مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا بكم في احاطه موجزه لاهم الانباء نستهلها بالعناوين اصابه شخص من الاهالي بجروح اثر قصف لعصابات الاسد غرب حلب وقصف مكثف للجيش التركي يستهدف قسد ردا على مقتل جنود اتراك بنيران الاخيره اندلاع اشتباكات بين اهالي السويداء وميليشيا الامن العسكري في بلده عتيل ومجلس الشورى العام يعقد جلسه بحضور رئيس حكومه الانقاذ وثلاثه وزراء اهلا بكم أصيب شخص بجروح أثناء رعيه الأغنام نتيجة تعرضه لقصف مدفعي مصدره عصابات الأسد استهدف قرية كفرتعال ومكلبيس بريف حلب الغربي ومن جهة أخرى قتل عنصرا للعصابات إثر قنصه على يد فصائل الثورة بمحور الترمبا شرق إدلب إضافة لسقوط جرحى آخرين بقصف للفصائل طال بلدة حزارين جنوب إدلب كثف الجيش التركي من قصفه المدفعي والصاروخي لأكثر من عشر قرى وبلدات تتمركز بها ميليشيا قسد أبرزها حربل وأم الحوش وساموقة وتل مضيق وزيوان وشعالة وبلدة الرفعة شمال حلب وذلك ردا على قصف الميليشيا للقاعدة التركية في كل جبرين وإيقاع قتيلين للجيش التركي قتل نحو تسعه اشخاص من الاهالي كما لقي 12 عنصرا من ميليشيا الامن العسكري مصرعهم في بلده اعتيل بمحافظه السويداء نتيجه اندلاع اشتباكات بين الطرفين حيث تمكن الاهالي من محاصره المدعو رامي فلحوت واعتقاله ثم احراق مقره في بلده اعتيل وذلك بعد ارتكابه جرائم خطف وقتل بحق اهالي السويداء ودرعا. في خبرنا الاخير عقد مجلس الشورى العام برئاسه الدكتور مصطفى موسى جلسه دوريه شارك فيها رئيس حكومه الانقاذ المهندس علي كده ووزراء العدل والداخليه والتربيه والتعليم جرى خلال الجلسه طرح العديد من القضايا الهامه التي تخص المحرر وتم استعراض اعمال الحكومه خلال النصف الاول من العام الحالي ونوقش خلال الجلسه بعض المشكلات التي تواجه المحرر بشكل عام. ختام هذه الاحاطه دمتم في امان الله. الى اللقاء